رجعنا لكم في البرايم تايم. شكرا لكم اللي تحقتوا بنا في الاستماع. طريق السلامة للجميع. تحية العباد اللي زاد اللي قاعدة تتابع فينا على الباج فيسبوك ارجيميت ميوزيك. العادة في الوقت هذا نمشيو لصورة اليوم. صورة اليوم أسامة باش نحكيو فيها على الكاتبة والصحفية الراحلة جميلة عمامي. أكيد برشا ناس صارت تصورها البارح على الباج فيسبوك. أكيد لكل لي باج بارتاجي وتصورها. دونك البارح فقدناها الله يرحمها. جليلة عمامي الله يرحمها. أي فوالا حبيت نحكي عليها اليوم ونعطي نبذة على المسيرة متاحة. دونك هي مديرة دار الثقافة بحق الواد سابقا. كيف زادة عن المسيرة متاحة تحصلت على الأستاذية في الفلسفة في كلية الأدب والعلوم الإنسانية في صفاقس عام 1998، واخذت الماستر في الفلسفة المعاصرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في 9 أفريل في 2011. الفقيدة تعتبر من أبرز الوجوه النسائية التونسية في فن الكتابة ومن أبرز الروايات متاحة سفر حبر وبياض في 2014. خدمت كصحفية في جريدة الشعب في القدس العربي والحياة الثقافية. البارح وزارة الثقافة زادة نعت الفقيدة ربي يرحمها. أكيد ربي صبر عائلتها ونتقدموا أكيد بأحر التعازي للأسرة الأدبية والثقافية والإبداعية. وإن لله وإن إليه راجعون. أنت حكيت على العبيد زادة اللي البارح بارتجيه وتصويرتها بارتجيه وبرش كلام رينها الجليلة عمامي. الناس اللي عاشرتها الناس اللي تعدوا في فترات حياتها عدوا الأوصاف متاعها سيرتها كلامها فكرتها. دونك جليل عمامي الله يرحمها. دونك صحية وفاة لكن الفكرة متاعها وكلامها وشعرها والثقافة الكبيرة متاعها ما تموتش وديما باش نقعدوا نذكروها. كتاباتها وإبداعاتها ومقالاتها وكل شيء باش يقعد حاضر أكيد. وهذا هو اللي يبقى في الأخر أسامة. صحيح. وإن شاء الله وزارة الشؤون الثقافية تخلد اسم جليلة عمامي على وتوثقوا على أي معلم أي حاجة تنجم تخلينا نتذكر أو تظاهرة ثقافية أدبية باسمها هي باش نذكر ديما جليلة عمامي. ولا وإن الله وإن إليه راجعون. شكرا لك بارك الله فيك أمل. ترجعنا في ساعتنا القادمة في كورونا في العالم. سينو عندكم الموعد مع الأخبار أخبار 9 متاع الصباح وبعدها باش نكونوا متواجدين ونمشيو تود سويت لبوركينا فاسو باش نحكيو مع التونسي رحالة صار برشا بلدان وفي العمل الإنساني متاعه مع منظمات كبيرة برشا متعرف على المسيرة متاعه. سينو زادة باش يكون معنا بالتليفون مستشار الاتحاد الأوروبي للفضاء صبري مكاوي باش نحكيه معه على آخر الأخبار بالنسبة للصاروخ الأمريكي اللي باش ينطلق إن شاء الله اليوم في الليل. برشا حديث عليه. شنو هي الحكاية بالضبط؟ شنو جديد وعلاش العالم الكل يحكي على صاروخ أمريكي 100% أمريكاني في زمن الكورونا؟ علاش ترامب يحب الصاروخ هذا يطلع للفضاء؟ شنو الحكاية بالضبط؟ نعرفه في ساعتنا القادمة وراجعين.